بمشاركة مجموعة من الباحثين في إقليم كردستان وخارجه، نظمت جامعة سوران مؤتمراً دولياً عن التغيير المناخي تحت عنوان اتجاهات درجات الحرارة، الأسباب والحلول. عملت قسم الجغرافيا على تنظيم سيمبوزيوم علمي شاركت فيه جميع أساتذة القسم ومجموعة من الأساتذة في جامعات العالمية، وذلك لتبادل الخبرات بيننا وبين الأساتذة العالمين لحل مشكلة اتجاهات درجات الحرارة، لأن ارتفاع درجات الحرارة وصلت إلى مستويات يمكننا أن نقول بأنها مستويات خطرة ويؤثر على الأنشطة البشرية. حل هذه المشكلة يحتاج إلى جهود دولية، لأن الإقليم كردستان ليست مسؤولة عن هذه المشكلة، وأن الدول الصناعية هم مسؤولين بالدرجة الأولى عن هذه المشكلة العالمية. تناول المؤتمر قضية الاحتباس الحراري التي تعاني منها كوكب الأرض ومستوى تداعياتها على المناخ في إقليم كردستان، بهدف طرح بعض الحلول لهذه المشكلة العالمية وتخفيف حدتها على محافظات الإقليم. التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة على مناخ العالم، وأيضا لها تأثيرات على مناخ على إقليم كردستان، وإن مظاهر التغيرات المناخية تتباين من منطقة أخرى بسبب تباين مواقعها على دوار الأرض، وكذلك تباين مواقعها بالنسبة للبحار والمحيطات. أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي، البعض منها تعود إلى الأنشطة البشرية مثل استخدام الطاقة بشكل كبير، والذي يؤدي إلى انبعاث الغازات الدفيئة. كل واحد منا يستطيع المساهمة في تخفيف خطر التغيير المناخي على العالم. مثلا نستطيع استخدام السيارات بشكل أقل ونستخدم وسائل النقل العام، وكذلك نقلل من استخدام الغازات التي تؤدي إلى تلوث البيئة. التحولات المستمرة وطويلة الأجل في درجات الحرارة الناجمة عن الأنشطة البشرية حسب المشاركين في المؤتمر أصبحت خطرا كبيرا على الكرة الأرضية والبشرية جمعاء. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.